نشكر جمعية الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها هذا السخي. عني وعن جميع التلاميذ وعن جميع أيضا الإدارة والمدرسين شكرا جزيلا لدولة الإمارات الشقيقة. تتحسس هذه الطفلة كسوتها وتبتسم الأخرى ابتسامة مليئة بالامتنان والحب لمن منحهما فرصة مواجهة زمهرير الشتاء في مناطق محافظة حضرموت النائية شرقي اليمن. أيادي الهلال الأحمر الإماراتي الدافئة تمتد مرة أخرى لتحتضن قلوب وأجساد اليمنيين وأطفالهم بحرارة عبر توزيع الكسوة على طلبة وأطفال هذه المدارس ضمن حملة كسوة الشتاء للمتضررين من موجة البرد في اليمن. تم اليوم الأول من نوفمبر لعام 2024 تدشين حملة برد الشتاء في المناطق المرتفعة والأشد برودة. طبعا يأتي هذا في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتخفيف معاناة المواطنين في المناطق الباردة. نشكر جمعية الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها هذا السخي في حملة كسوة الشتاء لأبناء وطلاب مدرسة غيل الحالكة، ونشكرهم كثير الشكر على هذا الدعم الذي قدموه لنا، وإن شاء الله نتمنى أن يكون أكثر منهم في الأيام القادمة إن شاء الله، وأن يعطونا لأن يشوفون حالة المدرسة وحالة طلبتنا، نطلب منهم إن شاء الله الدعم يكون أكثر وأكثر لهذه المدرسة في احتياجها. والله البرد أيام البرودة الصراحة شديدة، يعني صراحة شديدة أيام البرودة، وخاصة الفصول اللي يجون من أبناء البطح المناطق الغياض يكون عليهم شوية برد شديد عليهم، وهنا لباس يعني لباس مناطقنا والحمد لله. والله جزاكم الله ألف خير، وإن شاء الله يكون هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب. معلمو وطلاب مدرسة غيل الحالكة التي تم فيها توزيع كسوة الشتاء عبروا بعفوية عن تقديرهم للتدخلات الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي ودعم دولة الإمارات السخي للتخفيف من معاناة الطلبة والمواطنين. عني وعن جميع هيئة التدريس بمدرسة غيل الحالكة نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على نزوله إلى هذه المدرسة النائية وتقديم كسوة الشتاء لأطفالنا وطلابنا في المدرسة، ونشكر الدعم السخي الذي قدمته دولة الإمارات وشعبها الشقيق لأبناء اليمن. نشكرهم من القلب شكرا جزيلا عني وعن جميع التلاميذ وعن جميع أيضا الإدارة والمدرسين شكرا جزيلا لدولة الإمارات الشقيقة. نشكر الهلال الأحمر على هذه الكسوة، ونشكر أبانا المدرسين على هذا، وبالأخص مديرنا الفاضل. يغادر هؤلاء الصغار إلى منازلهم وقلوبهم نابضة بالفرح، ولسان حالهم يلهج بالعرفان للإمارات، وأياديهم الغضة الصغيرة تلوح شاكرة لدولة الخير وهلال الإنسانية.